يقول: يتردد الحديث هذه الأيام في بلاد الشام عن المهدي المنتظر وأن وقت خروجه قد قرب، فما صحة ذلك؟ هذا من الرجم بالغيب، ولا يجوز للإنسان أن يحدد أشياء لخروج المهدي أو خروج الدجال أو حدوث الآيات وأشراط الساعة. كل شيء له وقت، قدر الله أن يكون في وقته، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لا يجوز للإنسان يستعجل ويتخرص ويقول يبي يخرج المهدي في تاريخ كذا، أو يحصل يخرج الدجال في تاريخ كذا، أو تقوم الساعة في وقت كذا. هذا من القول على الله بلا علم، ومن الرجم بالغيب. نحن نؤمن بهذه الأمور، نؤمن بأنه لابد من خروج المهدي، لابد من ظهور المسيح الدجال، لابد من نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لابد من خروج الدابة، لابد من طلوع الشمس من مغربها، لابد من هذه الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مواقيتها فنحن لا نحددها، إنما علمها إلى الله جل وعلا، ولا يجوز الخوض في مثل هذه الأمور بغير علم. نعم.